رحل سواريش كما كان متوقعا، رحلة قصيرة لم يستفد منها النادي الأهلي وخرج منها المدرب البرتغالي خسران. E o presidente, em conversa, disse-me para prepararmos a próxima época, porque esta época não interessava. O Reis disse-me que estávamos preparados para o próximo ano, porque o ano que vem, para nós, não é importante. ظروف صعبة ووقت غير مثالي للنجاح، مش هنقدر نقول إن سواريش فشل مع النادي الأهلي، لكن مؤكد إنه لم ينجح. رحل سواريش لأنه مدرب لم يقنع أحد إنه يستطيع أن يغير شكل الأهلي حتى لو تحسنت الظروف. لو هناك خاسر أكبر فهو سواريش نفسه اللي خسر فرصة ظهور كبرى في المنطقة العربية في أول مشوار ليه خارج البرتغال. ممكن تقول إنه اتظلم، بس هو كمان ما قدمش أمارات تشفع له. والأهلي بدأ رحلة اختيار مدير فني جديد، والمؤكد إنه هيكون اسم جديد.